السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا في أكتر من فيديو عن الهجرة من النظام الكاد إلى نظام الفيم. قلنا إن ده ليه فايدة كبيرة جدا للشركات ويوفر معهم وقت ويخلي الشغل اللي يطلع بأقل قدر من الأخطاء، لأن يعني نظام الفيم بيحل أغلب المشاكل إن لم يكن كل المشاكل اللي كانت موجودة في نظام الكاد. طيب ممكن حد يقول طب إيه هنعمل إيه في الرسومات القديمة واللوح القديمة والحاجات دي؟ لو هو مشروع خلاص اتسلم خلاص بتستلفيه، ما خلاص اتسلم مش محتاجين منه حاجة يعني، تمام. طيب لو مشروع شغال وقرب يخلص مش مستاهل ان يكون المشروع وصل 90% من الشغل وخلاص بتسلم تقول انا حواله البيم، لا سلمه واتدرب في مشروع تاني او اشتغل في مشروع تاني بالبيم. لو مشروع بيبتدي في اوله او انت رسمت مثلا 20% منه او معاك المخططات في مرحله من المراحل وعايز تكمل بيت المراحل بالبيم، هناخد الشغل دوت ونبدا نحول البيم في مشكل، بس هو مشروع اصلا خلصان يعني هنقعد نبذل جهد كبير جدا كان المفروض ان هو يتبذل في اول مشروع، لا كمل المشروع دوت ده مست 90% كمله 100% وسلمه اوتوكاد ما دام مطلوب اوتوكاد. في مشاريع كتير بتبقى مطلوبه اوتوكاد واحنا بنعملها بيم ونسلمها لهم بيم اوتوكاد، وده اجابه على احد الاسئله برضو اللي سالت، الا وهي لو جالنا مشروع اوتوكاد هل ممكن نعمله بيم؟ انت كده كده بتسلم في الاخر كاد، وممكن تسلمه بيم مع الكاد، وممكن تسلمه بي دي اف مع الكاد ومع ملف البيم، فما فيش اي مشكله خالص. طيب ساعات بيبقى معايا تفاصيل لحاجه معينه، تفاصيل حيطه، تفاصيل سبورت، تفاصيل الحاجات ديت، الحاجات دي ممكن يعني نعتمد ان احنا نحولها من الكاد للريفت ونحطها في الريفت. ممكن تحطها 2 دي او تحطها 3 دي زي ما انت عايز، يعني ممكن تعملها فاميلي 2 دي او تعملها فاميلي 3 دي، او ممكن تدخلها كاوتوكاد وتفجرها وتحطها كصوره في تفصيله مثلا معينه هتتركب ازاي وكده، فانت عايز تحطها 2 دي فمفيش مشكله خالص، ممكن نستعين بالستاندرد ديتيلز ندخله معانا في قلب الريفت ويبقى موجود معانا. والافضل ان انت تجمع كل الستاندرد ديتيلز المعماري والانشائي والكهروميكانيكال وكل الحاجات دي وتحطه في ملف ريفت واحد في كل الحاجات دي، لان الحاجات دي ساعات بتعمل مشاكل لما تبقى موجوده في ملف الشغل، فتبقى في ملف ريفت الواحد الجاهز لكل المشاريع، مجرد بس هتغير الفريم او الباندا وتروح مصدر الشغل دوت للمشروع بتاعك، تمام. يعني هيبقى عندي ملف ريفت كل اللي فيه عباره عن ستاندرد ديتيلز وشتات، وتبدا تحط الستاندرد ديتيلز في الشات بالارقام بتاعتها، وتبدا طبعا كل مشروع ساعات بنخفي حاجه نظهر حاجه في حاجه نضيفها في حاجه نشيلها حسب طبيعه المشروع، تمام. فلو عندك ستاندرد تيلز تقدر تدخلها جوه الريفت تحطها 2 دي و3 دي وتبدا تشتغل بيها عادي.